الوضوء، غسل يديك، تقول بسم الله، بعدين غسل يديك، بعدين تفعل كذا، ما تفعل كذا، عشان الطالب يتذكر المراحل، يتذكر الإجراءات، فيستخدم فيها بالشكل التالي، عندي الوضوء مثلا البسملة، عندي غسل يدين، نحن الوضوء هو الدرس، أنا حاطه بلغة مختلفة، البسملة، عندي غسل يدين، بعدين عندي فمضة والاستنشاق، غسل الوجه، مسح الرأس، غسل الرجلين، طبعا الفكرة كل مفهوم من دي يرتبط بتطبيق المعلم له، يعني مثلا ايش يقول؟ بس عندي رقم واحد البسملة، أن تكون صفتها بسم الله، لحظة أنا كيف بسويها على الأرض؟ أول شيء لازم تكون مرسومة على الأرض، مش مرسومة معناها رسمة على الأرض، لا أنا أمثلها، أنا أجسدها في الصف، أن تقول بسم الله، ثم بعد ذلك عندك مرحلة غسل اليدين، شوف أنا ايش أسوي بجسدي؟ عشان الطالب يتذكرها عشان كمان صورة أنا أسويها بالدرس، غسل اليدين، ثم عندك مرحلة المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، لأن الطالب سيحفظ الصورة والصفة اللي تسويها. طيب ماذا لو جيت قلت كيف؟ قلت عندك غسل الوجه. غسل الوجه، ايش الطالب يفعل؟ حفظ صورة خاطئة، ولكن لازم تنتبه انه الحركة اللي راح تسويها اثناء شرح المتسلسلة هي اللي راح يحفظها الطالب. خلاص؟ فالطالب سيحاكي، سيقلد الشيء اللي راح يشوفه من الحركة الموجودة معنا. ولذلك يعني معنا لو تحبوا تكتبوا كده على الهامش في عندنا نموذج نسميه نموذج روبرت تيلس الرابس. كلمة رابس تدمن انه ايش؟ عبارة عن حركة تصويرية. انت المفروض تصور وتجسد الدرس اثناء شرح الحلول. فتقول للطلاب مثلا عندنا خارطة مفاهيمية، فلنقل عندي غسل يدين، يعني ابدا مرحلة البسملة، ثم بعد ذلك عندي غسل يدين، وهكذا انا بقول لك عشان تكون رخصة. طب الان المطلوب من كل مجموعة تبغى خارطة دينية من درس تكون بشكل متسلسل عشان يحفظها. طبعا في شيء مهم جدا، سؤال، هل ستقدم للطلاب بهذا الشكل؟ لا، احنا المفروض نعينها بالصور، صح؟ يعني المفروض على كل مربع بحط صوره عشان تعرف كيف تسويها، كيف تعملها. تعرف فقط لما تشوف المقررات راح تلقى انها مفروضه بشكل كثير جدا في داخل المقررات. يلا جاهزين بالدرس كذا؟ بالدرس كذا؟ Thank you.
Thank you.
Thank you.